بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله. يسعدني في هذه الأسبوحة المباركة أن أسدي خالص شكري والامتنان للذين يؤدون احتفائية بصدور الثلاثية الأرض والريح للأديب الروائي عز الدين جلاوش. وهذا الموافق اليوم السبت 10 أبريل من السنة 2021، حيث تشرف عليه مديرية الثقافة والفنون بسطيف دار الثقافة هواري ومدين سطيف. نرحب بكل من يلقي سمعه إلينا أو يؤدي بصريته إلى ما نؤديه. نشكر جميع من أسهموا في أداء هذا الاحتفاء الإبداعي، التفاتة منهم قصد إسداء نمط من التعزيز العلمي عبر الحضور الكريم وعبر أداء التلقي الحصيف لما يؤديه الجميع ضمن نسق هذه الاحتفائية. أيها السادة الحضور، لقد وردت ورقتي موسومة وهي تباشر قسيما من هذه الثلاثية، والذي يتركز أساسا حول رواية عناق الأفاعي للروائي عز الدين جلاوش، فوسمناه بالعنوان الآتي: عناق الأفاعي ومؤول التاريخ، مقاربة تحليلية لأطراس العتبات المنسية. إن هذه الورقة في الحقيقة وردت كي تباشر مأخذا نسعى لتقريبه للقارئ أو المتلقي، وذلك حينما تصفحنا هذه الرواية. هي رواية ضخمة ليس بحجم تعداد صفحاتها، في حدود 664 صفحة، ولكن الحجم يقع على قيمة المعالجة الإبداعية التي نهض عليها الإبداع الروائي ضمن هذا المسلك أو المأخذ، الذي يأخذ رحابة قوية ورحابة مستغرقة تسعى كي تطاول أحداثا تقارب الأحداث الملحمية من ثورتنا الجزائرية المظفرة. ولكن الذي لاحظناه أو التفتنا إليه هي ظاهرة غريبة، لأن الإبداع هو غرابة، الإبداع هو أساسا هو غرابة تسعى لأن تتميز بفرادة خاصة. حين انتهينا إلى هذه الرواية وجدنا نمطا من ليس إذ لم تكن الرواية محصورة على مسلك المحكي أو أداء السرد أو أداء العرض المتعاقد إبداعا بطبيعة الحال، ولكن الرواية في الحقيقة ألفتتنا إلى ظاهرة كما قلت سلفا هي غريبة. وهذه الغرابة أريد أن أقدمها في الحذو الآتي: إن الرواية وكأنها تروي عن نص منسي
إنها تريد أن تظهر منسيا ومخفيا عبر أداء نمط من العمل، من العمل قصد إفراز النص المتحجب. فذلك أن الرواية تتفرع بين قطبين، القطب المتكشف والقطب المتحجب. وهنا الرواية تفصح عنه منذ العتبة الأولى، وهي عتبة العنوان. فعلا أن الرواية تأخذ هذه المقابلة المتوازية أو المتضارعة أو المتكافئة بين نص، بين عتبة حاضرة مظهرة وبين عتبة مضمرة متحجبة، بدليل أن العنوان الذي يأخذه الروائي في وسم مبتدأ الشروع لوسم الرواية أنه يظهره في النحو الآتي: عناق الأفاعي أو حكاية شامخة وشامخ الإخوان أو الأخوان في قتال ياجوج وماجوج الجنيان ومن ساندهم من شرار بني الإنسان. عنوان متحجب أو مظهر في صفحة مظهر الغلاف، وعنوان ماذا؟ ورد مظهرا في عنونة عناق الأفاعي، عفوا عناق الأفاعي. وكأن الروائي يريد أن يلفتنا إلى مسلكين جوهريين في مأخذ العنوانة، وهذه العنوانة كما تظهر هي التي، هذا ممكن أن نقول، ما يمكن أن نقول، المكون الأول لإظهار عتبة العنوان بين نص قديم ونص محدث. وهذه الإجرائية التي انتهى إليها الروائي في وسم عنوانه هو فعلا يلفتنا إلى هذه، ما يمكن أن نقول، هذه القطوية المزدوجة في عنوانة هذه الرواية. وقلما نجد نمطا أو مسلكا في الرواية الأخرى. وكأن الروائي يريد أن يقدم لنا رواية ميلاد نص ضمن نص، أو أن نصا يركب نص، بمعنى هما شفرتان أو قرينتان تريدان في مبتدأ الرواية. والعنوان لدى علماء اللغة يصوغونه في صيغة أخرى، أن العنوان هو العلوان، وهو ما يعلو النص، وما يعلو النص ويكون ناتئا وظاهرا. وعلى هذا الأساس حتى جيرار جينات، يعني جيرار جينات هو في الحقيقة في معمار النص، في معمارية النص أو في معمار النص لارشي تكست، يقدم لنا هذه الإجرائية أو الآلية، أن كل نص هو في الحقيقة يتضمن نصا، النص الفوق والنص التحت. إذن هو تنضيد علوي وتنضيد، عفوا، تنضيد علوي يقابله تنضيد سفلي، أو تشكل علوي يقابله تشكل سفلي، بمعنى أن النص لا ينتظم أو لا تنتظم أوصاله وخيوطه إلا إذا كان موصولا من جهات أخرى، كي ينهض على معمار نصي له تماميته وله جاهزيته التامة وخلوصه النهائي. واصطلاح المعمار النص هو أعم بكثير من النص،
ورواية عناق الأفاعي هي في الحقيقة تجلي هذه الميكانيزمات منذ البداية، كما أنها في الحقيقة تريد أن تعلمنا فيما بعد هذه العنوانة بنمط من التقابل بين نص يقع خارجيا خارج النص الروائي، نص يقع بوصفه عتبة في مبتدأ الرواية، ونص يأتي أيضا في مؤخرة الرواية، نص يشعرنا بالدخول ونص يشعرنا بالخروج، وهاتان إشاريتان نصيتان تنبيهيتان لمؤشر الدخول ولمؤشر الخروج، وهما نصان برانيان يقعان خارج المتن الرواية. إذن النص هو في الواقع يروي، وكأنه يروي حكاية تخلق نص آخر في نص حاضر. النص الآخر نقصد به النص، قد نقصد به النص السابق أو النص الغابر أو النص الأول أو النص الأصل الذي يتشكل منه النص اللاحق. إذن هذه الخطبية نجدها لدى الرواية عز الدين جلاوجي في روايته عناق الأفاعي، وهي تأخذ هذا الميكانيزم أو هذه الآلية في الإفصاح عن تشكل نص ضمن نص آخر. هذه ماذا نسميها؟ هذه ربما تجيبنا عنها أيضا جيليا كريستيفا عندما تتعرض إلى النص الجينو تكست والفينو تكست، وهو ما نصطلح عليه بالنص الخوداج، النص المفتوح الذي لم يتخلق بعد، والنص التام الذي أخذ تماميته في التشكل وفي ما يسمى بتمامية المحيط الروائي دون أن يبقى منه أمرا مرجأ أو منتظرا أو مفتوحا. المسألة التي نريد أن نثيرها أن النص الخفي الذي يتشكل في رواية عناق الأفاعي يتشكل بنمط من الظهور الجزئي أو الظهور المتعاقب الذي يقابله التبرير النصي في الرواية. ماذا قلت في البداية؟ أن المعمار النص هو عم من النص، وهو أن معمار النص أيضا هو عم من إجناسية الرواية، لأن الجنس الروائي هو معياري في تشكله وفي تمامية ماذا؟ نسقيته السردية وفي صياغه وفي مجموع صياغه الرواية. إذن معمار النص يخرج عن الإجناسية إلى التوسع والتعدد والانفتاح، ويوحي بالغموض دوما. النص الموازي للنص المركز يظل دائما غامضا ولا يظل متحجبا، يظل مقنعا ولا يكشف عن حضوره وكيانه، ولا يبرز مجموعة مظهريته أو تماميته، يظل دائما منقوصا ويظل دائما غامضا على الرغم من ازدياد حضوره الجزئي والمبتصر، ويظل يؤدي ذلك التعاقب ماذا؟ التعاقب
الذي يتخلق شيئا فشيئا. وهذه هي صفة الخداجية، لأن الخداجية المقصود بها هو التخلق الناقص، والناقص هو الذي يثير حيرة لدى المتلقي ويظل يتعقبه بالملاحقة كي يطاول دلالته أو يفقه تكوينه. وعلى هذا الأساس فإن معمارية الخطاب الروائي لدى عز الدين جلاوجي في عناق الأفاعي يظل دائما نصا ملتبسا، لأن الإعلام، إعلام المتلقي بهذا النص الخفي والكامل له علاقة صامتة، وعلاقة قد نقول عنها صماء لا تتكلم، ولكنها تظهر بالكيانية النصية وبالأطراس الكاليغرافية كما قدم لنا الروائي عز الدين ميهوبي نصيات، مثلا في نصية الرخامة، الرخامة نسميها الكاليغرام أو الكاليغرامية، وهي نوع من كالذي نجده في الحضارات الإغريقية والرومانية، هي عبارة عن لوحات، لوحات تفصح عن تاريخ المكان ومعمارية المكان، هي ما يتبقى من المكان، فتروي عن المكان ولكنها لا تقدم كل المكان، هي أيقونة حسية، إيكون أفيك أن شابو يرد ما فوق القو، الأيقونات المحسوسة ليست الأيقونات التصورية. ومن ثم في الرواية قدمت لنا الأيقونة المحسوسة التي تشخص فعلا قصة تكون النص الآخر الخفي الذي يقع في تعاقب مع النص الحاضر، وهو نرمز لهما بألف وباء. النص السابق هو ألف والنص اللاحق هو باء. النص السابق يظل دائما هلاميا، لا نقبض عليه ولا نمسك عليه، تظل بعض الأجزاء في حاجة إلى أجزاء أخرى، وأجزاء خفية وأجزاء مظهرة وأجزاء حاضرة وأجزاء غائبة. وعلى هذا التقدير من الفهم في هذا التقاطع هو في الحقيقة أن هذا الغموض هو الذي يظل موازيا للوضوح، والكامن موازيا للظاهر. إذن هو طابع، إذن الرواية قدمت لنا الطابع التراتبي، وهذا الطابع التراتبي ظل يقدم سيرورته طيلة ما يمكننا نقول حركية الرواية وفاعلية لدى المتلقي. أضيف ما شيئا آخر، أن النص هذا الخفي لا يعلن ولا يفصح عن تشكله. هناك ما يسمى بالنصية المتفرعة، والنصية المتفرعة هي نصية تظل تقدم للقارئ تلك الغواية في معرفة النص بمجمله وبتماميته. ومن ثم فإن باحثا مثل جيرار جينات عندما يقدم ما في كتابه الأطراس يقدم ليبر تكستياليتي، ويقصد بها ليبر تكستياليتي، ويقصد بها كل صلة أو علاقة تجمع اللاحق
عفوا السابقة باللاحق، لأن هناك ما يسمى بالنص الأصلي وهو ليبو إيبو تكست، هذا هو النص الأصلي، وهنا يريد ما يسمى بالتحويل ترانسفورماسيون، التحويل، حيث عندما نستحضر النص با اللي هو النص الحاضر أو اللاحق بالنص السابق أو بالعنصر ألف، نسميه العنصر لأن لو سميناه بالنص لأكدنا وجوده الكامل، ولكن نسميه بالعنصر ألف بظهور أقل، يظهر دائما بنسبة قليلة، ونسميه التشكل الذري أو النووي الذي يفصح عن وجود الكل خلفه. وهذه في الحقيقة أن كل نصية، عندما نخلص إلى حاصل الأمر، أن كل نصية موازية مبنية بوصفها معارضة. لماذا هي معارضة أو منافرة؟ لأن المتلقي يظل في حاجة إلى هذا الخفي الذي يعزز المظهر، لأن الرواية كما تعلمون يقدم لها الروائي حتى التشكل الكاليغرافي يشكله بوسم مغاير للنص الذي يكتبه، وكأنه يقدم لنا وسم الكتابة الغابرة، الكتابة القديمة، في مقابل الكتابة المحدثة. وهذه العملية هي عملية تجاورية ولكنها متنافرة، لأن النص السابق لا يمكن أن يكون هو النص اللاحق، هذه هي المنافرة أو ما يسمى هو تشافع، وفي المقابل هو تدافع بين نص سابق ونص لاحق. من حيث التشكل، ومن هنا أريد أن أعاين هذه المسألة، هذه الظاهرة ضمن الرواية، هي التي كما أسلفت بين العنوان الموسوم بعناق الأفاعي، ثم يقول الكاتب أو الروائي أو هذه أو تحدث لنا نوعا من الحيرة، هل عناق الأفاعي هو النص الذي يكتبه أو يرسمه برسم مغاير للرسم الأول؟ في الرسم البصري، في التشكل الخطوطي، يختلف من حيث الرسم مع النص السابق اللي هي أو حكاية شامخة وشامخ الإخوان في قتال يجوج وماجوج الجنية ومن سانده من شرار بني الإنسان، الذي يباشر هذا النص غير الذي يتلقى النص سماعا، لا، الأمر يختلف. المقابلة البصرية هي التي تكشف فاعلية الأطراس بين النص السابق والنص اللاحق، إنها مغايرة بصرية، وفي الوقت ذاته تؤكد لنا العمق الزمني والمفارقة المكانية بين أداء الرواية في الحاضر وبين استدعاء هذا الماضي عبر هذه الشفرات. أذهب مرة أخرى كي أتحرك صوب الرواية أكثر. إذن هي علاقة ما بين تمامية وأوصال غير مخلق. فالكتابات الأولى هي ماذا؟
هي تصاميم، وهي مسودات، وهي أطراس. ماذا؟ تقدم النص اللاحق وتبنيه وتشيده وتعززه وتدخل ضمن رحمه، وهي دائما تظل بمنأى عنه. بمنأى عنه في ماذا؟ في الكلية التامة التي تظل مخفية ومتحجبة وتثير الكثير من الغموض. هذا هو التوازي، التوازي الذي يقع بين النص الخداج والنص التام، وهي عبارة عن كيف تبدو أو تتبدأ أو تظهر بوصفها معالم وعتبات لا يمكن الانتهاء إليها بسهولة. إذن النص الموازي دائما يتصف بعدم الوضوح والأكثر بعدا عن المجموع، لأن رواية ماذا؟ عناق الأفاعي هي مجموع تدخله هذه الآلية من التوازي التي تظهر في كثير من النصيات. هناك ما يسمى بنصية المخطوط الذي تقدمه الرواية في صفحة 8، ونصية الرخامة قبل في صفحة 10، عفوا صفحة 8 قبل وثم صفحة 10، نصية المخطوط ثم نصية الرخامة، ونصية الصفحة الأولى من المخطوط، ثم تبدأ الرواية تحرك نصيات أخرى شيئا فشيئا عبر التعاقب في أداء هذا المظهر المجتزأ الذي يؤدي غموضا في مسائل كثيرة لدى المتلقى. إذن هناك ما يسمى بمحيط النص ومركز النص. إذن المحيط هو مجموع التذييلات والتصديرات والتنبيهات والحواشي الجانبية، فالنص قلما يبدو لنا مفردا مجردا عاريا يباشرون بتكوينه المفرد، أبدا. دائما هناك محيط، وهذا المحيط هو الذي يسافر مع النص ويرتحل معه. إذن الشيء الذي نريد أن نقدمه عبر هذا الفرع الذي قدمته هو مقاربة تحليلية لأطراس العتبات المنسية. الشيء الذي يشفع لهذه الرواية كي تكون مؤسسة على هذه النمطية من البناء، وكأن الرواية هو في الحقيقة يقدم لنا محكيا مزدوجا، وأنا يهمني المحكي، ما يمكن أن نقول المحيط. هناك ما يسمى بمحكي المحيط الروائي، ومحكي المحيط الروائي هو الذي في الحقيقة التفت إليه ضمن هذه الرواية. أولا هي تاريخية نسقية وتاريخية سياقية، يتحمل الأمرين معا، السياقية التاريخية والسياقية ماذا؟ عفوا النسقية والحفرية، عفوا النسقية والسياق، ما بين النسقية والسياق. النسقية تقع في المحيط والسياقية تقع في المركز، على الرغم من أن لا نختلف أن المركز أيضا هو نسق، لكن سميته النسق الباني، النسق الذي يقع في المحيط ويتشكل بالتعاقب المجتزأ هو الذي نسميه النسق الباني، الذي يروي قصة ميلاد نص يريد أن يلملم نفسه، ف
فيتشكل تشكلا آخر. وهنا نذهب إلى النسق التاريخي ضمن عناق الأفعال. هذا النسق التاريخي هو في الحقيقة يؤدي سردية مفارقة للوضوح التعييني والإبلاغ الإخباري أو التجريد الصوري أو التعيين، ما يمكن أن نقول العاري أو النيئ. وعلى هذا الأساس ورد النص المخفي عبر الأصل النصي أو الأصل النسقي أو ما يسمى بالفرنسية لو فراغمون ديسكورسيف، الشذرة البيانية التي تشكل النص وتظل مثل البلازما في الخلية، تصنع حيويته وتصنع تشكله الحي. وهذا ما يسمى بالعقل الباطني الذي يقاوم ركام القهر